تاريخه وصاحب أعلام النساء. أقبل الرجل وفي يده قبس من النار، شعلة، شعلة النار بيده الوين؟ الراوي هالشكل يقول: على أن يضرم عليهم الدار فلقيته فاطمة، يعني هجم دار فاطمة، والله شلون يلقى، شلون يلقى فاطمة، فلقيته فاطمة هجوم. شيخ حسن فرحان المالكي يقول: أكثر من 30 سنة معتبر أن القوم هجموا دار فاطمة. ولخص الحدث المسعودي في إثبات الوصية بسطر واحد، وإلا التفاصيل ذات شجون، بسطر واحد يقول: هجموا على علي داره بعد، وأحرقوا عليه بابه، وأخرجوه منها ملببا. انت تقدر تتحمل علي تهضم؟ هذا علي، هذا علي قايدين ومارين به على قبر النبي، صاح بصيحة صاحها هارون مع موسى، نقله نقلها القرآن: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. إذن قال: هجموا على علي داره وأحرقوا عليه بابه، المسعودي، وأخرجوه منها ملببا، اسمع العبارة: وضغطوا سيدة النساء بالباب حتى أسقطت محسنا. مو بس إحنا روينا الإسقاط، هذا البلاذري في أنساب الأشراف، الشهرستاني في الملل والنحل، صاحب الوافي بالوفيات، الصفدي يروون عن النظام أستاذ الجاحظ قال بالمعنى: إن فلانا ضرب على بطن فاطمة يوم البيعة حتى أسقطها الجنين من بطنها. أما في صحيح رواياتنا رواية دلائل الإمام، الإمام الصادق يقول: وكان سبب وفاتها مقتولة، وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى فلان لك ذهاب نغل السيف بأمره فأسقطت محسنا. الصيح صايحت يا أبو إبراهيم، قوم من القبر شوف، خانت الأم عهودنا ونسيت بالسات ضربوني. تدري، تدري بعض الضرب، تدري بعض الضرب أثر بقي إلى متى؟ أكو رواية عن علي عليه السلام، هذا الصوت اللي التوى على العضد يقول بقي أثره إلى يوم الوفاة. هذا المعنى يقتبس، يقتبس القزويني يقول: والأثر الباقي كمثل الدملج. الدملج مثل السوار، بس السوار اللي يلبسونه في الساعد، والدملج وين يلبسونه؟ بالعضد. الصوت التوى وخلى بالأذار بالساعد ضرباني، وعلي قادة مجتوب ما أسمع ونه، مغدور حقا والورث يا ابوي مغصوب. مرحومها
الصرخة مرحومة ترى. قعد وعاين ساعدي ولطمات عيوني وساط العبد والرايام يا ابو القاسم امتون وهجموا على داري وما حد وقف وبعدك يا ابو ابراهيم قلبي شلون ما يذوب انا شحت ملبويه من مصابي وكثر بلواي فقدك وغصب المرتضى وحنت شحتم البويا من مصابي وكثر بلواي فقدك وغصب المرتضى وحنت وكسر الضلع وتسقط جنين من احشاي ونهب نهب ونحلتي وصابره والصبر كم ذوب كم ذوب انا اتصبر وقلبي كله جروح الثاكل بيام اللي يمنعوها من النوح يا ياب كل يوم اخذ السبطين ونروح بين القبور ابكي ونرجع عند الغروب يا ظلالي الضاف العدا قطع وظلالي اقعد بحر الشمس من حولي اطفالي وارجع وعاين منبرك يا ابوي خالي انا ما شفت ليل نهار غير هموم وكروب قد خيب الاصحاب فيهم ظنها مذ اسقطوا عصرا على الباب ابنها فغدت تبث الى ابيها حزنها صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام صرنا ليالي يا الله إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد ومن علينا وعلى جميع المؤمنين بعفوك ورحمتك وفرجك فرج عنا وعن جميع المؤمنين فرجا عاجلا قريبا لا سيما المسجونين اللهم عجل بفكاكهم وخلاصهم يا كريم ارحمنا وارحم موتانا لا سيما من اجتمعنا لأجله وسببه الحاج عبد الله أبي محمد اللهم من عليه بواسع رحمتك أسكنه الفسيح من جنتك اغفر لنا وله واعف عنا وعنه وارحمنا وإياه برحمتك يا أرحم الراحمين
وعندك نحتسبه يا رب.